الوضع الطبيعي لأي طفل يتولد في العالم إنه يكون سبب فرحة وبهجة في قلوب كل القريبين منه، لكن ياما أطفال بيكون غير مرغوب فيهم على الإطلاق، وأحياناً بيتخلصوا منهم من قبل حتى ما يتولدوا. لكن الطفل اللي هنتكلم عنه النهاردة مع إنه مش بس بيسبب فرح، لكن هو سر الفرح ومصدر الفرح للعالم كله. ومع إنه الطفل الوحيد اللي كل الخليقة احتفلت بميلاده، إلا إنه كان أكتر طفل مرفوض ومكروه وطردوه عشان يقتلوه. أكتر مجموعة كانت رافضة الطفل يسوع هي الشياطين، إبليس وملائكته، ولأن الشيطان كان ملاك وسقط وأسقط معاه تلت الملائكة. تفتكروا كانت إيه مشاعره وهو بيتفرج على ملاك رايح للرعاة وهو في قمة الفرح عشان يقول لهم لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. أعتقد بحسب منطق الشيطان المبني على الحكمة الشيطانية إنه كان بيتسائل وهو في قمة الذهول والسخرية من الملاك، هو أنت ملاك فرحان على إيه؟ إيه اللي هتكسبه من ورا ميلاد المسيح؟ هو اتولد لك أنت؟ اوعى تكون فاكر إن ميلاده هيديك كرامة ومجد. أنت يا ملاك ملاكش علاقة بالموضوع ده خالص، ده كل القصة دي عشان خاطر البني أدمين وبس. وبعدين إيه لازمة الجمهور ده كله من الملائكة اللي قاعدين بيرنموا لشوية رعاة؟ ما لقيتوش في العالم كله غير شوية الغلابة دول عشان تحتفلوا معاهم بميلاد المسيح. لكن الشيطان مش بس التريق، لكن ده أعلن حالة الطوارئ بعد ميلاد المسيح فورا، لأن الحرب دلوقت بقيت على أعلى مستوى، لأنه عارف إن بقيله مدة قليلة جدا والمسيح يسحقه. أما بقى بحسب منطق الملائكة هنلاقيهم يجاوبوا الشيطان ويقولوا له صحيح إحنا ما خدناش ترقية ولا مركز بميلاد المسيح، لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. لكن فرحنا بميلاد المسيح نابع من فرح الأب نفسه، لأن سرور ربنا تم في الأرض، ولما الأب يفرح السماء كلها تفرح. مش بس كده، مشيئة الأب تمت بخلاص البشر، وكل إنسان يخلص بيفرح السماء كلها، وبكده هيكون عندنا كل يوم فرح زي ما قال المسيح يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. لكن مشكلتك أنت يا شيطان إنك بتدور على مركز، بتدور على مكسب، كل همك مجدك وذاتك ومكانتك، لكن إحنا كل همنا تمجيد الله وإتمام مشيئة الله، والدور والباقي على الإنسان. يا ترى هتتبع منطق مين فيهم؟ منطق الشياطين ولا منطق الملائكة؟ لو مشيت ورا الشيطان هتلاقي نفسك بقيت عدو لربنا، لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. أما لو مشيت ورا منطق الملائكة هيبقى كل هدفك إنك تمجد ربنا وتتمم مشيئة ربنا عشان بفرح الآب يكون ليك فرح. يا ترى هتتبع أي منطق فيهم؟